مرحبا برج الجدي، أهلا فيك في قراءتكم العاطفية. القراءة راح تنطبق على الشمس والطالع والقمري. هالمرة راح أسوي القراءة بأسلوب المرايا. أنت على هاي الجانب الحبيبة والشريك في الجهة المقابلة، ولكن إذا حسيت أن الجانب الثاني يناسبك أكثر والقراءة عكسية فعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك. وراح أبتدي بجانبك أنت يا برج الجدي، ونشوف ما هي طاقتك مع الشريك أو الحبيب الفترة القادمة. الطاقة العامة، وعندنا الطاقة المتفرعة خلال الفترة القادمة. أوكي. والحين الشريك أو الحبيب. الطاقة العامة والطاقة المتفرعة. نشوف طاقتك مقابل طاقة الشريك وشلون راح تتفاعلون في الفترة القادمة. برج الجدي عندك 6 الأغصان، اتضحت الرؤية، اللي كان مخبى ظهر. يعني إذا أنت كنت في السابق مو عارف مشاعر شريكك تجاهك أو الشخص الثاني، الشخص اللي في بالك، الشخص اللي أنت تحبه، إذا كنت مو عارف مشاعره، في الفترة القادمة أنت اللي تنتظر التتويج، أنت الاختيار، وأنت راح تتضح لك الرؤية أن أنت بالنسبة له الشخص المنشود. أخيرا قاعد أشوف هني راح يفصح هذا الشريك عن مشاعره تجاهك. لحظة جميلة، لحظة مخلوطة بالسعادة مع الفخر، مع تحس أنك ملكت العالم كلها فقط لأنك ملكت هذا الشخص. والعكس أيضا موجود في هاي القراءة. يعني إذا أنت كنت مو متأكد بخصوص شخص معين موجود أو خرج من حياتك، ففي هاي الفترة راح تأتيك مثل لحظة المصباح اللي تتأكد فيها من مشاعرك تجاه هذا الشخص، وراح تكون لحظة كبيرة. يعني أشوف فيها اتضاح كبير، نور كبير، انفجار. مشاعرك تجاه شخص معين راح تنفجر وتتضخم في الفترة القادمة. نشوف الشريك. الشريك لن يرى أو لن يتوقع هاي النوع من الصدمة، مو متوقع، أبدا مو متوقع. راح تأخذ هاي المشاعر واكتشافك هذا على غفلة. إذا أنت اللي كنت لأن قاعد أشوف هني سيناريوهين موجودين، إذا أنت كنت اللي متردد يا برج الجدي، ففي الفترة القادمة أنت اللي راح تتأكد وتخبر الشريك، وهو يحس أن الأرض ما تسعى. لذلك نشوف هني في كرت البرج أشخاص يلقون بنفسهم من أعلى البرج، لأنه يحس أنه خلاص الأرض ما عادت تشيله من هاي السعادة والفرحة اللي فيه. والعكس صحيح، إذا شريكك كان دائماً متردد بخصوصك أو تحس طاقته مش واضحة، نيته مو واضحة بخصوص علاقتكم، ففي الفترة القادمة هي لحظة سقوط البرج عنده واتضاح الأمر بالنسبة لك. راح تعرف اللي كان متخبى عنك، اللي كنت مو متأكد منه، اللي هو كان مو متأكد منه، راح ينفضح في الفترة القادمة، ولكن انفضاحه بشكل إيجابي، بشكل خلاص أنا صرت الحين أعرف من أمثل في حياة حبيبي. خلنا نشوف الحين الطاقات الفرعية. عندنا 10 الأكواب، خلاص وصلت إلى مرحلة ما تبي منها ولا شيء زيادة عن اللي تملكه، مرحلة الاكتفاء. 10 هو أعلى رقم في مجموعة التارو، في مجموعة الأكواب أو الأرقام. فلما تصل إلى 10 معناته خلاص ختمنا. هل احتمال أنك خلاص أوقفت؟ حطيت أشوف هني برج الجدي قاعد يحط إعلان توقف البحث، أو المكان الخالي، الفرصة الشاغرة ما عادت شاغرة، خلاص لقينا الشخص والشخص لقانا، وصلنا إلى مرحلة تفاهم وضوح، يعني حتى مواجهة بوضوح. هل أنت تبيني؟ نعم أنا أبيك، بس أنا كنت مفكر أن أنت ما تبيني. فلما حين اثنينكم تتأكدون أن عندكم نفس الرغبة، نفس المشاعر، مقابلة، أشوف هني فعلا نفس المرايا، كل واحد يشوف نفسه ومشاعره موجودة عند الآخر، هني تحس بالاكتفاء، الكمال. وإن كانت لحد الآن عندك أهداف تسعى أنك تحققها يا برج الجدي، الشريك أنا قاعد أشوف هني شريكك يحس جدا بالاكتفاء معك، ما يبي أي شخص ثاني ولا أي شيء ثاني في الفترة القادمة.
سعيد سعيد ومو محتاج لأي شيء. خلنا نشوف مقابل هاي الطاقة. كرت العدالة بالضبط. قلت لك في سيناريو هين. إذا أنت دائما في كل سيناريو في شخص أحس نفسه مظلوم والشخص الثاني يفتكر عنه أنه ظالم. هني اللي يحس نفسه مظلوم، سواء أنت كنت تحس نفسك كنت مظلوم في طريقة معاملته، في طريقة تعبير عن مشاعره. طبعا معروف برج الجدي مو من الأبراج الرومانسية، من الأبراج اللي تظهر مشاعرها بالأفعال، ولكن تشوف كأنما شريكك يقول أنا كل اللي كنت محتاجة أني أعرف أكتشف الحقيقة، أكتشف حقيقة الوضع. البرج لما يكون مبني يكون بمثابة الحاجز، الجدار، الحائط اللي يمنعنا أن نرى داخل هذا المبنى أو نرى الأرض على حقيقتها. ففي كانت موانئ، في كانت أمور تبعدكم عن بعض، ومن أهمها عدم الوضوح. لا تنسى أن الكرت الأصلي لبرج الجدي هو كرت الشيطان، كرت إحنا نفكر بأمور ولكنها مثل السراب اللي الفكرة ترى مو حقيقة. عدم الوضوح، هذا الكرت يقول لك كل شيء، كل الأمور مع شريكك راح تقع في نصابها الصحيح، راح تكون في مكانها الصحيح في الفترة القادمة إن شاء الله. تحققت العدالة هني، أنت عندك اكتفاء وسعادة وهو عنده خلاص راحة، راحة لأن صرت أعرف وين أقع في حياة هذا الشخص. كل اللي أبي أعرفه عرفته الحمد لله. عندك يا برج الجدي كرت برج العقرب مرتين. هني عندنا الميزان، هني عندنا الطاقة المائية، الأبراج المائية، وهني عندنا العقرب في التاور والبرج وفي كرت الموت أيضا. أوكي، تقول دام إن الحين أشوف هني برج الجدي يرجع إلى طبيعته الترابية بسرعة، يقول خلاص بما إنه عرفت إن أنت حبيبي وأنا حبيبك واتفقنا، خلاص حان الوقت إن إحنا نقوم بالتغييرات. شنو التغييرات؟ يمكن التغييرات تكون الأشياء اللي قاعد يطلبها منك الشريك، وأنت لأنك خلاص متفاهم معاه مستعد تحققها. خلاص نبتدي نوفر الأموال من أجل الزواج، نبتدي نقوم بالأمور بطريقة معينة، نبتدي نبحث عن منزل في المنطقة اللي شريكي يرغب فيها، نبتدي خلاص بالتطبيق. ابتدت عندكم عجلة التطبيق، انتهينا من طاقة الأمنية وعدم المعرفة الحمد لله، صرنا عارفين ومستعدين نتحرك. نتحرك أيضا شريكك وأنت هني في نفس الوقت، أثنينكم مستعدين تتخلصون من الأشياء اللي متعلقة بالماضي، علاقة سابقة، انفصال سابق، أمور إدمانات متعلقة بالماضي، أمور أشياء سلبية لحد الآن في الماضي، كلها راح تمر بمرحلة هاي التصفية. التصفية. هلا نشوف شريكك شنو يقول. أربعة الأكواب. في مخاوف أشوف عند شريكك، خصوصا إذا كان من الأبراج المائية. إذا ما كان من الأبراج المائية مثلا من الأبراج الهوائية لا، ولكن خصوصا بالأخص إذا كان من الأبراج المائية، سرطان، حوت، عقرب، فهو لحد الآن يخاف تعرف من شنو؟ من طاقة المنافسة، الآخرين حولك، أنت يخاف أن أنت يمكن شريكك راح يرجع من بعد فترة غياب ويفكر أن أنت مشغول بأشخاص ثانيين، عندك عروض أخرى. هذا طاقة خوفه، هذا طاقة خوفه، يخاف أنه يسوي كل هاي التغيير وانت تكون لحد الان احتمال متردد، يفكر في الرجوع اذا كنتم منفصلين، يفكر في الرجوع ولكن متردد بخصوص يمكن انت عندك شخص ثاني في حياتك، يمكن انت مو مستعد ان تبتدي معاه من جديد. عنده لحد الان نوع من طاقة التخوف، ولكن هذه الطاقة فرعية، يعني مو الطاقة اللي تغلب على الفترة القادمة. ملك النار، طاقة نارية، قوس، حمل، اسد. المخاوف اللي عند شريكك انت اللي راح تزيلها. انت شوف قلت لك هالشهر انت وايد عكس طاقتك الاصليه ولكن بشكل ايجابي. كل الوضوح، لان الشريك عنده شنو نوع من العتمه هني مع برج، مع سقوط البرج ومع العداله ومع التفكير، انت اللي راح تضع الامور او يعتمد عليك شريكك في وضع الامور بطريقه واضحه. الوضوح. اوكي الحين بما انك رجعت في حياتي
شنو راح نسوي مع بعض؟ شنو الخطة؟ هذا هو الملك، ملك الأغصان، ملك النار، هو مدير المشاريع، هو اللي يضع كل شخص في مكانه الصحيح. أنت يا شريكي تسوي كذا كذا، أنا راح أشرف على هاي الجانب، أنت روح طبق الجانب الثاني، أنا أعطيك، أنا راح أبحث عن المنزل، وأنت مثلا كلم أهلك بخصوص موضوع كذا كذا. طاقتي لكل واحد راح تعطي كل شخص، أنت وشريكك وحتى الآخرين راح تدخل خلاص في طاقة التطبيق، وتعطي كل شخص مهام معينة. تقسيم المهام يعتمد عليك أنت يا برج الجدي في الفترة القادمة، عشان أيضا تشوف هذا الملك هو ملك الأفعال. شريكك الشيء الوحيد اللي يخوفه هو قلة المبادرات والأفعال. طالما يسمع منك كلام ان انت تبادر، ان انت مثلا فعلا كل يوم في خطوة جديدة قاعد تاخذها تجاه العلاقة، تجاه الشراكة، راح يكون مطمن. اهم شيء ان هاي الجانب يظهر منك انت. شريكك يتطلع اليك ويسألك انت ماذا خطوتك القادمة؟ هل فعلا رجوعك مجرد رجوع مؤقت، ولا راح يكون في تطور؟ يبي تطور، يبي مرحلة جديدة تدخلون لها هالمرة. الهايروفانت كارت برج الثور المأذون، مأذون الزواج. شريكك كل اللي يهمه موضوع الزواج. اوكي احنا رجعنا لبعض، وانا جدا سعيد اني في النهاية عرف مكانتي في قلبك، ولكن هل وضعنا هذا يقيد الى زواج؟ طبعا يختلف السؤال باختلاف احنا نتكلم عن الرجل الجدي ولا المرأة الجدي. اذا كنت انت الرجل الجدي، فهني كأنما شريكتك المرأة عينها على موضوع الزواج، عندها سؤال داخل قلبها تخاف، هنا عندها خوف أن تسأله، خوف أن تلاقي الرفض بخصوص موضوع الزواج. أنت اللي محتاج أن تضع الأمور بوضوح لها، أو تبادر، أو تفعل شيء بخصوص الموضوع، تظهر لها أنك ناوي على التتويج، على الارتباط، على الزواج. إذا أنا قاعد أكلم امرأة الجدي، فمعناته الشريك في داخل نيته، داخل 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 نيته حاط هذا الموضوع في باله، ولكن عنده خوف او عدم تأكد انه شلون يطرح الموضوع، خصوصا انه يشوفك كملك النار. لما يشوفك كملك النار معناته يشوفك انسان خلاص عندك خطتك الخاصة، عندك مشروعك الخاص، فيخاف انه يأتي لك بعرض، عرض جانبي اسمه انزين هل انت مثلا تفكر في الزواج يا برج الجدي؟ حتى وإن كنت المرأة، هل أنت راح ترفضين الزواج؟ هل أنت أصلا ترغبين فيني كزوج؟ عند هاي النوع من الطاقة ما أريد أخيفك بهذا العرض، لأن هذا العرض عرض ارتباط، بما أن عندنا المأذون، عقد النكاح، عرض كبير، ما أبي أطرحه على الطاولة وأخوفك فيه وأرد أكركب الأمور. خلينا نشوف العلاقة بينكم كيف راح تتطور بحلول نهاية شهر يونيو، وإلى وين راح تصل الأمور. هذا كرت لبرج الجدي، لشريك برج الجدي. برج الجدي راح تصل الى اوكي الخماسي الاول، خلاص الموضوع ارتباط، ما في روح يمين روح تعال، خلاص all or nothing، اما كل شيء اول شيء. اثنينكم ترى على نفس الصفحة، اثنينكم تحسوا بنفس الاحساس، عشان تذكرت لك طاقة المرايا جدا جميلة بينكم هالمرة. اثنينكم تريدون نفس الشيء، ولكن شريكك عنده شوي خوف لحد الان، مو متأكد من موضوع الزواج، هل انت تريده هو يرغب فيه؟ عندكم نفس الرغبة ولكن مو متأكد، يريد ايضاح من جانبك، عرض مفاتحة في موضوع يخص الزواج، يخص خلاص التشطيبات النهائية على الارتباط، لا تتويج الموضوع. عشرة السيوف، انتهاء مرحلة مؤلمة، انتهاء القلق. القلق، شوف احس ان انت مع شريكك، خصوصا اذا كان برج هوائي، هاي الرسالة محددة الى برج الجدي وشريك اللي يكون دلو ميزان جوزاء. في بعض الرسالات قلت لك تركب اكثر مع الابراج المائية، هاي الرسالة بالذات يقول لك شريكك اللي من البرج الهوائي جدا تعب من تكرار نمط
نرجع لبعض ونرد ننفصل ونرد نزعل ونرد ننفصل، ولحد الآن ما في وضوح. الوضوح عزيزي برج الجدي قلت لك، أنت اللي عندك الكارت الأخضر، أنت تمثل الضوء الأخضر للعلاقة لهاي الشخص. هاي الشخص تعبان، تعب من الروحة والرجعة والانتقال، يرغب أن أنت تفاتحها في موضوع الارتباط وتكون واضح معه.